كلشي وكان ديرو داري الختمه اللي باش على كرعطوها ليه كلشي مزيان الخضره رخيصه الحمد لله وما كاين الاكتظاظ ياك ما غاليه الخضره ما غاليه الخضره كلشي رخيص الحمد لله كلشي في المتناول كلشي متناول ما تزت والو الحميه هذيك ما كاين ما زدت حتى شي ثمن في اللحم حتى على زياده لا نقصان. وكيفاش دابا انتم كتعاملوا مع هذه المرحله بالنسبه للمسائل ديال التنظيف واش متبقين التعليمات ولا لا؟ كلشي متبقين غسلنا اليدين ديالنا بالصابون وكلشي الحمد لله راه باخر وعلى خير. والنظافه ديال اللحم كلشي ها هو قدام كتصوروا فيه. الاسعار كي داير الاسعار بالنسبه للسوق كاين اللي كيقول لك بانه راه رفعتوهم الاثمنه ديال الاسعار واش بصح ولا لا؟ لا لا كاين اللي زايد شويه وكاين اللي مهم ماشي بزاف يعني كاين البصله راه باينه راه زايده شويه. ايه وماطيشه زايده شويه والبطاطا اما بالنسبه للخضار الاخرين بقاو في البلاصه ديالهم. وعلاش علاش تزادوا هذوك الخضار علاش؟ على حساب السوق ديال الجمله ديال من تما تزادوا ماشي ها هي انه الناس خصهم يديروا الاختيار ديالهم. ايه الحمد لله دابا راه النصيحه الثانيه اللي خصها تعطى هو ان الخير الحمد لله موجود. انا شفت الاغلبيه دابا كيتهافتوا على الخضره وعلى المشتهيات ربما يمكن هاد الشيء اللي سمعوا ديال حضره التجوال اللي غايدار هو اللي خلق واحد النوع ديال سميتو بالعكس خصنا نطمئنوا الناس ونقولوا للناس ان الحمد لله الخير موجود الدوله راه موفره كل شيء وفقط هو الانسان يدير ما امكن ديال انه ياخذ الاحتياطات اللازمه باش نتفاداو ان شاء الله هاد حتى تدوز هاد الجائحه هذه ان شاء الله. صباح صباح الناس كاملين هنا بالتيتات والسحاب كاين هنايا الخير راه موجود حنات عند خدار هنا كاين السحاب وكاين هادو كاين اللي حشيرات بين البشر حيت هما اللجنه التاسيسيه قال لك ديروا سباس بينكم بين المواطنين اللي يديروا على ديروا نص على الاقل انا بان الصباح كاين السحاب بزاف عند خدار الناس خصهم غير يشدوا السيرفيس راه كلشي كاين وخير موجود عشيه راه جايه الخضره حيت الخضره ماشي هي اللي غتقطع هذه هي من حاجه ماشي من الحاجه الاساسيه هما ما غاديش تقطع الناس راه كاين الخير موجود بحال قلت لك خاين الناس ديال الحيطه والحضر وخلوا لي سباس بينهم بين المواطنين وبينهم بين المولشي حيت جاو الناس هيدا باش توقف بالميزان السحام هذه ما هذه اللي اختلاط وصلنا للحبس كاين ونطلبوا الله السلامه وهذا الشيء. بالنسبه للمحلات راه غادي تحل بشكل عادي والناس كاع اللي ساكنين في الدوار راه ممكن لهم ياخذوا يعني الاذن ولا لوتوريزاسيون من عند السلطه المحليه اللي هو المقدم ولا الشيخ ويجيو يقضيو الغرض ديالهم للضروره. شنو هذه اللي تقدر تمشي لي ميكرو خوف ولكن الحمد لله نضمن المعتاد الله يجزيكم بخير. انا بالنسبه شحالنا كاع دخلنا دابا لديورنا كي غنديروا نجيبوا المصاريف ديال العيش ونجيبوا هذا الشيء احنا دخلنا لديورنا يلا واللي ما عندوش اللي ما عندوش كي غيدير مسكين يعني اللي ما عنده مسكين ما مازال راه خاص الدوله تشوف بعدا كيف حال هذا الشعب هذا تعطيه بعدا كاين ما يسير هذه الايامات اييه تعطيه شي حاجه ما ياكل هذه الايامات باش غا المرض يزيد المرض زيد عاود ثاني الجوع اللي بغينا والله يهديهم والله يعاونهم امين امين.